تصرخ هذه السيدة داخل المستشفى مستغيثة من هجمات الكلاب السائبة، وتطالب بتخليصهم منها بعد أن هاجمت دارهم ودخلت المنزل لتعض طفلين اثنين كانا يلعبان في باحته، وكررت الكلاب هجومها على كل طفل كان موجودا في ذلك الشارع. وجايهم كلب ما عارف منين الكلب، وطفلين هسه واحد بالعمليات، اي والله واحد فوتوا على العمليات، وهاي الطفلة هاي بنت ابني الصبح، اي والله الصبح، واحنا طلعنا ابوهم بالجامعة واحنا رحنا على الشغل، ما عدنا فغارة ورحنا طلعنا على الشغل انا وجدهم، وخبرونا بالشغل جاي نزرع بالبستان ونقولون وليتكم عظم الكلب. هنا ايضا شقيقان كانا ضحية للكلاب السائبة في ذات الهجوم، ليبلغ عدد المصابين 9 أطفال، وفي الأسبوع الماضي كانت الحصيلة 5 أطفال بهجوم مشابه لهذا حدث في حي آخر. اليوم طبعا كانت الأعداد يعني كان هنالك فارق، كان العدد 9 مصابين بالعضة، أحدهم الآن أدخلنا إلى العمليات لأن كانت الإصابة حتى أنا شخصيا كطبيب وجدتها أنه إصابة شديدة. منذ أكثر من عام يشتكي سكان المدينة من الكلاب السائبة والهجمات التي تقوم بها، فهي كانت تلاحق أطفالهم عند الذهاب إلى المدارس، لكن الحادث الأخير جعلهم لا يشعرون بالأمان حتى على الأطفال داخل المنازل. طلابنا العطر شغلنا تنودي طلابنا على المدارس، وبلغنا بها مدير المدرسة، ومدير المدرسة بلغ بها المخاتير، يعني هسه هاي بنتي هذه داخل الحوش، يعني حتى مدرسة ما تدرس داخل البيت، فات عليها داخل البيت. يستغيث سكان المدينة مطالبين بحملات للقضاء على الكلاب السائبة في وقت تعترض فيه منظمات حقوق الحيوان وبعض علماء الدين، مطالبين بإنشاء محميات لاحتواء هذه الحيوانات، وما بين الشد والجذب تسجل الموصل بصورة يومية إصابات بسبب هجمات الكلاب السائبة. من الموصل محمود الجماسة، قناة التغيير.